Wait! Snake? I'll do it for the girl. For Paz. Okay. For peace, then. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية على متابعة سلسلة قصة ميتال جير. الحمد لله نقدر نقول أن سنيك إيتر كانت سلسلة جدا جيدة، طبعتهم كانت مرة حلوة. بسم الله نبدأ نشرح الحين وش سالفة بيس ووكر. بيس ووكر نزلت أول مرة عام 2010 على الجهاز بلاي ستيشن بورتبل، وأحداثها تدور عام 1974، يعني بالضبط بعد 10 سنوات من أحداث سنيك إيتر. في هذا الجزء راح نلاحظ أن الحرب الباردة بين أمريكا وبين أوروبا بدأت تهدى تقريبا، وعندنا هنا نفس البطل حق الجزء اللي راح اللي هو نيكد سنيك، أو اللي صار يعرف الحين ببيج بوس. تبدأ اللعبة بأن سنيك سوى نفس قاعدة عسكرية في كوبا، هذه قاعدة مخصصة لمرتزقة هو سواها اسمهم جنود بلا حدود، أو رمز حقهم MSF. هذه المرتزقة يمكن هي أول مرتزقة من نوعها، هي ما تتبع أي دولة، طيب ما تتبع أي يعني خلينا نقول يعني شيء عنصري أو ديني وكذا، لا الفكرة منها أنها مكان مخصص للناس اللي يعرفون شيء واحد واللي هو وشو القتال. ناس كذا عاشوا حياتهم هم يقاتلون، فخلاص تعالوا هذه البيئة المناسبة لكم، جنود تقاتلون هنا. وبالذات مين راح تعجبهم يعني هذه المرتزقة؟ هم الجنود اللي نقول انهم تخلت عنهم بلدهم. هنا نقدر نعرف تأثير موت ذا بوس على سنيك، لانه نعرف ان ذا بوس نفس الشيء يعني بلدها تخلى عنها وخلاها تصير خاينة وكذا، مع انها بالعكس يعني كانت مرة وفية وكذا، فسنيك يعرف هذا الشعور ويعرف ان في كثيرين نفس الحالة هذه. وكمان عرفنا من اول فلسفة ذا بوس اللي هي تقول ايش، تقول ان السياسيين يعني كلهم مخادعين، وان لما يجيك احد يقول لك ان في هذه الحرب هذا هو اكبر عدو لنا وهذا اكبر صاحب لنا، ان هذا مو حقيقي، بكره هذا كله يمكن ينعكس، عدو اليوم هو صديق الغد، صديق اليوم هو عدو الغد. واكبر مثال على هذا الشيء نقدر نقول مثلا اعضاء الكوبرا اللي هم من الاتحاد السوفيتي وحاربوا مع امريكا في الحرب العالميه الثانيه، ولما انتهت الحرب العالميه الثانيه قبت، فما عاد صار في شيء اسمه صديقنا وحليفنا، خلاص كلهم قلبوا على بعض. فمثل ما قلنا سنيك ما كان يبغى اي شيء له علاقه بالولاء والعنصريه او دين وكذا، لا خلاص هذا هو المكان المخصص للناس اللي يبغون يقاتلون، اللي تعودوا على القتال فقط. بدايه بيس ووكر نشوف سنيك جالس يدرب الجنود على السي كيو سي، او هي الحركات الدفاعيه اللي ابتكرها هو وذا بوس، شفناها من الجزء اللي راح سنيك إيتر. هنا يجوك زهيرا ميلر، مين هذا الشخص؟ هذا الشخص تعرف عليه سنيك في حرب في كوبا، وكانوا اعداء بعدين انقلبت الدعوة بينهم صحبة وكذا، ولما جاء سنيك يؤسس المجموعة هذه او المرتزقة اللي اسمها جنود بلا حدود، ميلر صار هو ذراع اليمين. What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him, made sure we won't fall. ميلر ما جاء الحالة، جاء معاه بروفيسور اسمه ريمون جالفيز يعمل لصالح حكومة كوستاريكا، وكان معاه تلميذته اللي اسمها باز. وش يبغى البروفيسور من سنيك؟ كان يبغى منه انه يخلصهم من مجموعة عسكرية طبت بلدهم كوستاريكا، في المقابل كان راح يعطيه قاعدة عسكرية بحرية يقدر من خلالها انه يبدأ البداية الفعلية للجنود بلا حدود. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the militaire sans frontière. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. هنا سنيك يسأل البروفيسور يقول له هل هذولي الجنود
هم عبارة عن ثوار من نيكاراغوا اللي هي دولة من أمريكا الوسطى كذا موجودة هناك كان فيها ثورات كذا. فبروفيسور قال له لا لأنه هذول كانوا منظمين بزيادة ومسلحين يعني بشكل ممتاز تحس إنهم فعلا جيش. هنا سنيك يقول له إيش؟ يقول له أنا أشك إن هذول الجنود اللي جايينكم هم من السي آي إيه وبكذا يصير أنتم شفتوهم بنفسكم. أنا سنيك ما لي دخل، أنا مجموعة حقتي ما لنا أي دخل. فهنا بروفيسور يقول له إن إحنا في كوستاريكا ما عندنا جيش من الأساس. هنا بروفيسور يعني كلم سنيك عن موضوع القاعدة البحرية إنه بيعطيه وكذا. فسنيك قال له أنت شايفنا يعني كلاب حرب يعني ولا إيش السالفة؟ فقال له إيه بروفيسور، قال له إيه فعلا أنتم جنود بدون دولة. فسنيك قال له إحنا رمينا الدول ورانا وإنه موضوعكم هذا الحرب هذه واضح إنها بينكم وبين السي آي إيه، يعني هاي سالفة سياسية كبيرة وكذا، وإحنا لسه يعني جنود بلا حدود يعني لسه حتى معدات ثقيلة ما عندنا، فلو دخلت موضوع زي كذا ممكن يتم محيهم بسهولة. فهنا سنيك قال لهم إيش؟ قال لهم تقدرون تحلوا الموضوع سياسيا، أنا أقدر أعرفكم على مفاوض يعني يساعدكم في الأمور وكذا. بروفيسور قال له إنه ما هو جاي باسم دولته، إنه هو جاي باسم السلام اللي هو يدرسه، هو يدرس السلام وكذا. فيعني تكفى سنيك يعني هذا الكلام. فحتى باز كلمت سنيك قالت له يعني الله خليك يعني إحنا نبغى السلام وهذا الشيء، لأنه باز لغتهم معناها السلام برضو. البروفيسور هنا يقول لنا المجموعة هذولي كان قد مسكوا باز اللي هي عمرها 16 سنة هي وصحبتها، حجزوها عندهم في قاعدتهم التموينية وكذا وكانوا يعذبونهم من هذا الكلام. سنيك لازال رافض الموضوع ما اقتنع ابدا. البروفيسور قال له قال له احنا نعرف حقيقتك يا بيج بوس وعشان كذا احنا جيناك. بيج بوس قال لهم برا. بعد ما طردهم جلس سنيك يسولف مع ميلر، وميلر قاعد يحاول يقنع سنيك بالموضوع هذا عشان القاعدة البحرية وهذا الكلام. وده سنيك قال ليش واضح ان البروفيسور هذا اللي جاء من الكي جي بي وان الجنود هذليك اللي هاجموا كوستاريكا وكذا واضح انه من السي اي اي. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Come on, Kaz. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean our friend the professor is likely KGB. وانه احنا ما لنا فرصه يعني نفس الكلام انه ما لهم فرصه انهم لسه صغار وكذا انهم يدخلون شيء زي كذا. فميلر ايش قال له؟ قال له ايش؟ قال له ان احنا يعني اذا سوينا هذه العمليه هذه بشكل عام ان ايش؟ ان راح يخلقون عدو من بلدهم الام اللي هو امريكا. هنا سنيك قال اوكي خلهم يدخلون ندردش معاهم نشوف كيف. فلما دخل البروفيسور وباز مره ثانيه سنيك كان يبغى يولع زقاره وكذا، فجاك البروفيسور كشف عن يده طلع يده طلعت يد صناعية وقدر من خلال أحد الأصابع يعني يطلع ولاعة وولع سيجارة سنيك. فهل في هذا الوقت أو الفترة الزمنية هذه عام 1974 في أشياء زي كذا، فكرة إنه في أعضاء من جسم الإنسان تكون آلية وهذا؟ فأتوقع إن هذه الأشياء برضه راح نتطرق لها مستقبلا. تركزوا على هذا الموضوع. إيش فيك تضحك؟ نتطرق هنا وش هو؟ طلع فعلا إن البروفيسور هذا من الكي جي بي أو الاستخبارات الروسية، وان الجنود هذول اللي هاجموا كوستاريكا ودخلوا كوستاريكا هم من الاستخبارات الامريكيه السي اي اي، نفس الاشياء اللي كنا نشوفها في سنيك ايتر، الاستخبارات الروسيه والاستخبارات الامريكيه. فاللي فهمناه هنا وشو؟ ان الاستخبارات الامريكيه والاستخبارات الروسيه كلهم حاطين في راسهم انهم يسيطرون على امريكا الوسطى اللي هي المنطقه بين امريكا الشماليه والجنوبيه، يعني يقول لك اللي يسيطر على هذه المنطقه راح يفوز في الحرب البارده. البروفيسور هنا وش يقول سنيك؟ يقول انهم يبغون يسيطرون على امريكا الوسطى، طيب اللي هي منطقه فيها كوستاريكا وكوبا ونيكاراغوا وهذا الشيء. ليش؟ لانه من خلال هذا الشيء راح يقدرون يقسمون الامريكيتين وكذا وتكون مركز قوه لهم. We on the other hand would gain a base from which all of Latin America would be well within our reach. He who controls Central America will win this cold war. هنا بروفيسور يعترف لسنيك يقول انهم هم اللي جالسين يدعمون ثوار نيكاراغوا. ليش؟ لانه اهل نيكاراغوا ما يبغون حاكمهم، حاكمهم اللي هو موالي لامريكا وهم يبغون الروس بشكل عام. هنا سنيك يسال البروفيسور يقول له اذا سي اي دخلوا كوستاريكا عشان الثوار ممكن اوكي، لكن واضح انه في سبب ثاني، والبروفيسور يبغى سنيك يعرف وش هذا السبب. كاز هنا يسال البروفيسور وباز يقول لهم هل يعني سالفه باز هذه كانت تمثيل؟ سالفه انه مسكوها وعذبوها في كوستاريكا من هذا الكلام؟ البروفيسور يقول له ان السالفه ما كانت تمثيل ابدا، لكن هو جابها عشان يقنع الشباب اللي عندنا هنا بالموضوع هذا، وكمان عشان في شيء ثاني. وهنا طلع لنا شيء اسطوري اللي هو هذا الشيء. طبعا هذا الشيء كان اسطوري على وقتهم يعني شريط الكاسيت هذا الشيء. فوش يقول؟ يقول انه كاز وصاحبتها اللي اعمارهم 16 سنه تقريبا راحوا واحده من الغابات الموجوده في كوستاريكا. البنات عندهم هوايه يعني طيور ما طيور وهذا الشيء، فالغابه هذه كان فيها طيور نادره فراحوا يسجلون اصواتها. واضح ما عندهم لا شغل ولا مشغله. فعموما لما شغل الشريط طلع شيء غريب في التسجيل. So what?
back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's all... Many people... I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Awesome. Voiceprint analysis confirms that this voice is indeed that of the legendary hero and criminal, the boss. What? ظهر صوت الشخصة اللي ماتت من 9 سنوات تقريبا او 10 سنوات اللي هي الشخصة اللي قتلها سنيك بنفسه اللي هي The Boss. المثير في الموضوع انه في التسجيل هذا اللي فيه صوت The Boss قاعد تتكلم كان فيه في الخلفية صوت اغنية. الاغنية هذه نزلت بعد ما سنيك قتل The Boss ب9 سنوات وكمان كان فيه صوت شخصة ثانية تتكلم بلهجة بريطانية. ترى ادري انها مو شخصة بس كذا قاعد امزح عشان ادري في كم واحد بيقول لي ما هي شخصة اي ادري قاعد امزح. هنا سنيك بدأ يتوتر، بدأ نفسه يصير أسرع، بدأ يعرق، والبروفيسور جالس يقول ها تقبل بالمهمة هذه والأشياء اللي اتفقنا عليها وكذا. سنيك بدأ يضيع ويلخبط وكذا، فذا قال له ها بتوافق ولا خلاص يعني يصير نحرق الشريط هذا، ولا كان صار شيء وكذا. سنيك في آخر اللحظة قال ايه خلاص أنا موافق، سحب الشريط وقال أنا موافق على هذه المهمة عشانها، لا قال عشان باز معنا شكله ولا guess. You're doing it for her. تبدأ اللعبة من سنيك سوى نفسه قائد عسكرية في كوبا لمجموعة من الجنود اسمهم MFS أو خلنا نقول جنود M وشي MSF صح؟ قلت MFS أما عاد MSF MSF طيب توقعت تلخبط بين بورتابل أوبس وبي سوكر لكن ذي هنا يجيه كازوهيرا ميلر صح؟ حسيت الاسم قال هنا سنيك يسأل البروفيسور هل هم هذول الجنود اللي دخلوا كذا هل هم ثوار من نيكاراغوا